عاد كنتو ولا قريبين لمرادكم دايم دايم سالمين. يا ابو عمر شوف الساعة دلوقتي الساعة 7:10. طيب احنا طالعين المخيم نطلع الساعة 8 مشان يا رجال. ايش مخيم يا اخي؟ العطل بجيب اصحابي نخرج سوا نخرج نروح لنا بوليفارد ولا شيء نتمشى. ما في مطاعم ما في كافيهات ما في. طب نمشي بس نمشي عند ريه. لا مخيم ايش يسوي؟ مخيم عمر يعني الا الا تبغانا ادخ خشمه في المخيم؟ شبت نار نحاور تشوف ناخذ بشتي الصغير اللي على قدي هذا. منها من جد مخيم؟ اي والله. طب خليني اخذ العلم قبل. يلا يلا اقصد فروه علوم الجبال. عندي ما تدرك يا بندر. ليه ما شاء الله السلام عليكم. ليه عمي عليك السلام. ما شاء الله شخص من؟ والله يا بندر ابنك ما شاء الله تبارك الله عن الجونك حمر لايقة على الجينز ولايقة على الله لا يضرك بس. ذكر الله تعوذ من الشيطان. اذ بالله من الشيطان. لا تسوي بسوات الواية اللي اخذناها وقفته. ما وقفته. ولا ما تعدها الزقم. ولا ذبح الحوار اللي اخذناه منه. البعير الزين اللي انت خابره. وش الحوار؟ الحوار اللي جتهم راس سيبيريا وقمنا له والله هي هو راسها ميتة عند رعى الواية الله يحفظه. والله ما بنا قال هذه والله اللي تضوي مليون علي يوم قمنا. لا والله لا مليون ولا حواره. قلت 2 مليون مهم مليون. يشتري حال ادمي حتى يعيش بواقعيه. لا رضيت بواقعيك صح؟ كل عنك راضي. يا جماعة الخير بعض الناس يحب الفخامة. يحب يسكن في فندق احسن شيء افخم شيء. يحب يدخل مطاعم فخمه. هذا اللبس وما اللبس شيء راجع له يلبس. ايش الحاصل يعني لازم اسكن لي في فندق 5 نجوم الغرفه ب 1700 طالع على راسك ولا تاكل لك في مطعم صحنين والله ما له ثالث صحنين يصير 800 ريال. يا ولد والله لو ذبحنا الجوع دايم استغفر الله. يحبون الفخر. وفر يا ابن الحلال ما هب عن وفر. الله ما حب الابذار فما بالك انت عشان يقولون فلان توب. ما بهم يقولون انا ما بهم. من فترة قريبة يا جماعة الخير رحت فنادق رحت مطاعم فخمة احسها عادي. ما هب زي اندفاعي اذا قالوا ترى انا طالعين كشتة وبر وشبتنا. والله العظيم يمكن انكم تضحكون بس فندق عادي مطعم عادي. وش اصلا انا جوي ما بصحون وملاعق و... صح كل واحد يحب الشيء الزين والاكل الزين بس يا ولد صحنين 800 ليه يا ابوي؟ خير امور وسطها. والله لو تاخذ لك زوجين زغليل وتطلع برا في وادي وتسويها وتضبط لك كبسة تطلق 180 مرة. فالفنادق الفخمة العالمية ليش يا ابوي؟ ليه؟ شوف ورا يا ابو محمد يا مخلد والله اللي زان المحل والله دوبنا استانسنا وانبسطنا ان شاء الله تستانسون اكثر والليلة نبي ننبسط معنا بخطير. ترحب ليش ترحب ترحب واحد اللي جايلك عشر حات وش يسوي حات الرجال هذا داقن على هربع يقول انا عند الدرج احتري الرياجيل. هذا انا عندي علوم القبائل من الظهر اليوم شافنا. طيب ها ورا ما جيتوا من لا لا يا ابو حد يجي عشر يا ابو عبيد لا تجرع على الرجال. الرجال هذا وش عنده بيصور هو يوم لابسين فرنجي. لا بس جالس ها انت علامك كنت عازم من الطالبين ما طالبتك انا في الرياض يا ولد انت جاي في مشب وجاي بفني لك فرنجي وذابك منطلون هذا مش اسمه الحاقط هذا انا ما غير انا فرنجي انا لابس بشت وعلوم قبائل بيض الله وجهي كيف تنقلب اي بس انا جنبيه وين علوم القبائل جنبيه وين رايح انا حرب حرب ولا عتابه اختبق يا ابو ربيع اختبق. لا 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 انت ايش تسوي؟ هذه بيدك 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 ما بستخدم يدي كل ما تستخدم يدي تاكل الملعقه. اي دقيقه يا ابو عمر ما يجي ليش ما تبي يا ابو ما فيني حلا وسخ واغسل يدي ما يجي له طعم كذا بالملعقه ما يجي ما يجي له طعم ما له طعم مره ما تباريني للرجيل انت ما يحمد ربك الكونيه معنا بس علي الحرام انك فضيحه والله التراب والرجاجيل بيه هلا ابو عبيد لا الله يجعل الراس يبتحي الله يسلمك يطول عمرك الله يسلمك يطول عمرك الله يسلمك يطول عمرك الله يجعل الراس ما يدفن
الله يطول عمرك. وش رايك تاكل هالكلاب؟ حوهد على هذا الشيء. يعني يبقى عايش الحمد لله. الله يطول بعمرك. احنا وياك اللي كل اجل انكتب. الله يكثر خيرك يا ابو محمد ويجود عليك ويجعل هذا طابعك وحنا من ربعك. انتم تستاهلون يا ولد. اشوف ناس على المراكي هالحين. هذا الضحك مني يعني. لا التصوير يا اخو غلط. ضبطت بس يا ولد الصحن تشوف بعيد. اقرب اقرب انت انزل انزل بعصا. ما اقدر. قرب قرب يبغى خطيب. قرب التصوير زي كذا فوق المركب مقاس. بدر ما يقدر ينزل ذي اللي خبط راح على الفطحه. بربيع البخصه البخصه في هذا هذا دام الزبيدي. اسالك والله القرع على فقع صح يا خالد؟ هذا فقع يا زبيدي. انا قلت القرع ما هو بقرع فقع. هذا الفقع انا اول مره اذوقه صراحه. والله اي قسم بالله ما هو فقع هذا. هذا كيلوين بطاطس ابو عبيد اشتراه. نعم صادق والله. ايش يقول هذا يا بربيع؟ خليك تبترم بسرعه ما يوقف غرف اسفل الظهر. اسالك بالله. اي والله انا بترم بسرعه ما فيني شيء. لا بعدين يجي فيك خله بعدين.